رينا وحدك. الحمد لله على ثلاثه النقاط، خاصه ان عندنا مقابله يوم الاربعاء، من الناحيه المعنويه فهي مهمه، كان التوقف ديال البطوله صراحه المرض التقني، انا ما غير مختص ولكن كرجاوي ولا كمتتبع ولا كناطق رسمي، فما عجبناش المرض التقني، وكنظن حتى ان اللعبه ما يعجبونش المرض التقني، ولكن المباراه عندها واحد، لان نادي حسنيه اكادير كان اليوم كيقلب على نتيجه التعادل ولا الفوز، انه يخطف الفوز، فالحمد لله هنيئا لنا باللاعب بن جديده، كنشكروه لان وصراحه منتوج ديال نادي الرجاء الرياضي، كنتمنوا له مسيره موفقه، كما قلت انتصار مهم، ولكن كنظن بان خصنا ناخذ العبره من هذه المقابله ديال اليوم، لان من ناحيه التقنيه كنظن ما كانش واحد المستوى اللي هو كبير، خاصنا ناخذ العبره، وكنتمنى ان انا صراحه مزيان ان نلعب اليوم باش نعرفوا ان شنو خاصنا وشنو كيتسنانا يوم الاربعاء، وكمكتب مديرين عارفين مراكز الخصاص، عارفين شنو كاين، عارفين شنو خاص التركيبه البشريه، ولكن كنتمنى ان ناخذ العبره من هذه المقابلة ديال اليوم، خاصة ضد فريق اللي هو قوي نادي الأهلي المصري. كنظن هاد الفوز هذا غيكون الناحية النفسانية، لأنك مشيتي وأنت ضيعتي ضربة جزاء ومتعادل ولا منهزم، غتمشي النفسية ديالك اللي هي مهزوزة، فكنظن أن انتصار ديال اليوم، فأهم شيء هو أننا بقينا في السباق على البطولة، وثاني حاجة هو أننا غنمشيو للديار القطري بواحد المعنويات اللي هي مرتفعة، وكنظن بأننا غناخذوا حتى العبرة من هذه المقابلة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.